الأهلي الأفضل يتقدم على اتحاد جدة 1-0 من ركلة جزاء لعلي معلول في الدقيقة 20 في شوط أول قدم فيه النادي الأهلي أداء متميزا دفاعا وهجوما وأحرز هدف وأضاع 3. وتمكن محمد الشناوي نجم الأهلي في الشوط الأول من التصدي لانفراد وركلة جزاء من كريم بنزيما. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف آراء محللنا الكبار في أحداث الشوط الأول. انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تقدم منطقي للنادي الاهلي الشوط الاول. اهلا، مش مشكله، اتفقنا مع بعض. الف مبروك الاول للشوط الاول، الف مبروك ضربه الجزاء اللي اتصدت شناوي، نعتبره من احسن لعيب الشوط الاول ونجم المباراه في الشوط الاول. اللعيبه الحقيقه كلها نفذت الشكل والمفهوم بتاع شخصيه تيشيرت النادي الاهلي والروح والضغط على فريق زي ده. انا مش هتكلم على فريق الاتحاد الا بعد ان شاء الله ما المباراه إن شاء الله تنتهي باذن الله، ولينا كلام كتير قوي في فرقه الاتحاد عموما. لما احنا مبسوطين جدا بشخصيه ولادنا، مهما كان في ميز باص، في حاجات بتحصل في الملعب، ولكن الضغوط اللي كانت على لعيبتك وانهم يظهروا بالشكل ده وبالتحرر ده انا بشكرهم وبنشكرهم ان شاء الله بعد المباراه. ومبسوطين جدا كلنا بالضغط على القسم، وواضح جدا ان سلاحك النهارده الضغط. ولكن صحيح. بعد ما جبت الهدف ده لازم مستر كولر يفطن ان إليو ديانج لابد ان يكون في الملعب. كابتن اسامه، النادي الاهلي هو كان الافضل من كل الوجوه الشوط الاول. مفيش شك، وقدم اداء متميز. طبيعي، الاهلي افضل سيطره واستحواذ، سيطره تماما على وسط الملعب. مع اعتبار احترامنا للاعيبه الكبار كانتي وفابينيو والغمدي، لكن نص الملعب متاخد منهم خالص. كورنادو ورومارينو، كورنادو قلنا هو اصلا لاعب رقم 10، بيسيب الطرف خالص ناحيه هاني وبيرسي تاو، بيدخلوا العمق رغم ان هو افضلهم. رومارينو مجهوده قليل جدا، مش عامل اي تواجد في الجنب اليمين. بنزيما لقدام حيران لوحده. نص ملعب متاخد منهم تماما. صحيح. الاهلي مسيطر عليه. احنا قلنا كلمه سر وسط الملعب، رغم انه كوكا وامام مش في احسن حالاتهم، ومع ذلك النادي الاهلي مسيطر على وسط الملعب. صحيح. كهربا بيجري كتير قوي وعامل حركه، بس هي في مشكله الجنب اليمين، محمد هاني وبيرسي تاو فاضيين تماما. كان الانتاج المفروض يبقى افضل من كده، الانتاج المفروض يبقى افضل من كده. في حركه وفي جري، لكن معظم الكرات بتروح بغرابه. اولا كورنادو قلنا بيسيب الجنب اليمين خالص اللي فيها هاني وبيخش للعمق، وبعدين زكريا وساوي الظهير الايسر بيطلع لقدام وبيجري وبيرجع متاخر قوي. صحيح. الجنب في شوارع، بس لو في تركيز اكتر من كده من بيرسي تاو ومحمد هاني سهل جدا النادي الاهلي كان يخطف اهداف من المنطقه ديت. صحيح. من الجانب اليمين دوت. اتمنى ان الشوط الثاني نستمر على نفس الاداء باذن الله. يعني اللعيبه كلها رجاله وبذله اقصى جهد، حتى اللي هو مش في مستواه. صحيح. لكن الاهلي عامل شوط مميز وان شاء الله يكمل على كده باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، رؤيتك الفنيه سريعا لاحداث الشوط الاول. ثلاث اسباب خلوك شخصيتك خلوك اقوى من الاتحاد في الشوط الاولاني، واضعت مكسب كبير قوي. كويس. اول حاجه شخصيه الفرقه، ثاني حاجه التنظيم جوه الملعب، ثالث حاجه الروح. فرقه اتحاد جده تفقد الناحية الشمال والناحية اليمين، الناحية الدفاعية كورنادو ما بيرجعش يدافع، حتى الناحية التانية رومارينهو ما بيرجعش يدافع، فبيبقى الشحات وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد هاني يقدروا يعملوا أداء كويس. ولكن الشوط الأول انتهى، النادي الأهلي لازم ينزل بنفس الشخصية اللي لعب بها الشوط الأول، مباراة جديدة. وأفتكر إن ده دور ديانج. اتمنى من بدايه الشوط الثاني ديانج ياخد، لانه ديانج هيزودك في وسط الملعب دفاعيا وهجوميا. صحيح. كابتن بلال، نبص على الشوط الثاني. النادي الاهلي عمل مجهود كبير جدا الشوط الاولاني. لو اتكلمنا على عامل اللياقه البدنيه هنلاقي ان نادي الاتحاد السعودي معدل الاعمار اعلى. صحيح. ولكن النادي الاهلي مستر كولر بيفكر ازاي يدير الشوط الثاني. هل هيلعب بتحفظ في نص الملعب؟ هل هيبتدي ضاغط على نادي الاتحاد؟ هل هيلعب بتوازن زي ما لعب معظم احداث الشوط الاول، ولا بيفكر ازاي؟ شوف، خليني بس، هل هيعمل تغيير؟ ناخد بس الملخص من الشوط الاول. اتفضل. الاهلي روح قتاليه عاليه زي ما اتكلمنا قبل الماتش. صحيح. تمام. محضرين بشكل كويس،
دخلوا المباراه من بدري قوي، ودي كانت نقطه مهمه جدا جدا. بيلعب قصاد، يعني انا اول مره اتفرج على الاتحاد السنه دي، بيلعب قصاد فرقه تقريبا هم رايحين يبطلوا في الاتحاد، تمام؟ ايوه. والجيد بالنسبه لك انك تستغل الحته دي، الاسماء ليس لها مظبوط مكان في كره القدم، مظبوط على الاطلاق. يعني انا الاهلي النهارده روح قتاليه عاليه جدا، تنظيم جيد جدا، اداء رائع جدا. انت قلت حاجه مهمه جدا قبل الماتش برضو، يعني ستيل ما زالت تعبنا شويه. الفرص لما تيجي بالسهوله دي لازم تخلص على الفرقه اللي قدام، ما تدولوش فرصه انه يتنفس تاني. صح. ما تديش، ما يعني لو انت عارف المباراه كره القدم زي مباراه الكيك بوكسنج، يعني انت بتضرب لازم تخلص، انت تجيب القضيه. صح. ما تديش فرصه انه ياخد نفسه فيرجع في الملعب مره تانية. احنا عندنا مشكله في اللياقه البدنيه، تمام؟ ودي واضحه من بدايه السيزون. يعني نامل ان الشوط الثاني تمام يبقى فيه تنظيم اكتر من كده، ويبقى فيه يعني هدوء اكتر من كده من النادي. التغييرات من بره من على الدكه تعمل لك توازن كده. التغييرات طبعا التغييرات ممكن تعمل توازن. التغييرات اكيد في درجه بس هو على فكره طالما هو كسبان كده والاهلي بالشكل ده مش هيغير في بدايه الشوط. هو ديانج موجوده كابتن، ديانج موجوده مهم جدا في نص الملعب، سواء في كميه الجري، سواء في قطع الكوره، سواء في، ولكن انا ما اعتقدش انه هيغير في بدايه الشوط. الانذار اللي خده امام عاشور ده بس هيعطله في تغيير. بس هو خد بالك يا شريف، يعني يعني النهارده مش كل لعيب هياخد انذار هتغيره. يعني برضو صعب. لا هو لو عايز يتغير كوكا بديانج هيستنى شويه بسبب الانذار ده، هيستنى شويه. حلو، انا معايا على فكره، استنى 10 دقايق، استنى ربع ساعه. خد بالك انت افضل، انت طول المباراه افضل، انت فرصك، انت بص انت الفرص المتاحه بالنسبه لك انك تصنع فرص تمام اسهل بكتير جدا واكتر بكتير جدا. انت بتلاقي فرق ايه بيهاجموا ما بيرتدوش، وما بيضغطوش في نص، ولو ارتدوا ما بيضغطوش، فاهم قصدي؟ فانت الحته دي، يعني انت كل الكرات العكسيه بتاعت لعيبه النادي الاهلي. بس هي انت في مشكله، بس يعني اتفضل. في مشكله انك انت، انا ليه عايز اغير بين الشوطين؟ عشان الثلاث حالات فيها التغيير، يبقى الحاله دي لانه احنا هنستخدم، لازم نستخدم الخمس لاعبين عشان حته اللياقه البدنيه. صحيح، مظبوط 100%. عشان كده بين الشوطين يستغل عادل، لان في ثلاث مواقف في التغيير. مظبوط مظبوط صح. فلما ياخد موقف يبقى عادل، احنا معاك بس انا، احنا معاك بس انا بقول لك هو تفكيره. انا عارف الاهلي مأدي بالشكل ده وجايب جون وكسبان، مش سهوه، مش صعب على المدير الفني انه يغير بين الشوطين. بس انا بتكلم، يعني هيصبر شويه، هيصبر شويه. لا انا بتكلم علشان التغييرات، لكن ديانج مهم نزوله. لا بتكلم على عدد التغييرات. انت بتتكلم انت ليه خمسه بتغير 50% من الفرقه. انت عندك مشكله في الحته البدنيه، فانت عايز تجدد النشاط في الفرقه. عشان تجدد النشاط في الفرقه لازم تغير بين الشوطين. ماشي، ده عادل عايز كريم فؤاد. انت بتتكلم على نواحي هجوميه، يقدر يعمل لك نقل للحركه من نص الملعب، يقدر هو هينزل كابتن شريف، بس ممكن بعد فتره شويه. سرعات انت لسه برضو خد بالك، انت لسه اللي هي التروس بتاعتك ما بص... يعني لسه مولف بالظبط، لسه كويس. يعني اللعيبه حافظه بعض، انا عندي تفكير يعني. وفي حاجه كمان، الماتش ما زال في الملعب. بالظبط طبعا، الماتش ما زال في الملعب. الاتحاد جد هينزل، هو برضو هو برضو مضيع ركله جزاء، مش عايزين ننسى الحته دي. يعني ممكن، وبعدين هم مميزين في الكرات العاليه. مظبوط، انت كل الكرات العاليه عندك فيها مشاكل. بلال هينزل كمان، عنده يعني الضغط اكيد، انه لازم يضغط جامد عشان يعوض. صح، مظبوط. احنا بس نامل ان العامل البدني مع التغييرات يساعدونا الشوط الجاي باذن الله رب العالمين. كل التوفيق ان شاء الله لنادي الاهلي، التاكيد الفوز والحفاظ عليه. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.